بعد صخب الظلام وزوبعة الشر، كيف ممكن الضوء يطفي العتب؟ يعني حتى ابن عائلتي اللي كان يقطع جثة المدفون اعتبره عدو. علاقة مع بيت الرئيس الأسد لأنه عنا نفس الأنياع. يأمن لي مسيحيتي أنه يروح رستم غزالي يجي بندر بن سلطان. إيه بقى ماضي ما حدا فيه ينكره أنه ماضي سيئ. ماضي إجرامي. أنا وقت اللي عم فكر من منطلق ديني ماني ديمقراطي. نائب سليمان فرنجيه بحروب وإيمان مع عيام أبو شديد بجزئين 2 و3 5 بعد الظهر على الـ LBCI والـ LDC.